مساء السعادة والهنا على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. مرضى السكر والصيام ورمضان، ولازم كويس جدا وضروري ان احنا نكون عارفين ان لما احنا ننظم في اكلنا ونكون ماشيين على نظام غذائي، ده جزء اساسي جدا وحيوي في خطة علاجية سليمة لمرضى السكر. طيب، تفاصيل الاكل اللي احنا بناكله، طب يعني ايه اصلا كلمة تفاصيل؟ تفاصيل الأكل معناها إن الأكل اللي احنا بناكله عبارة عن سعرات حرارية، إجمالي الكربوهيدرات وأيضا الألياف والدهون والسكر والأملاح وإلى آخر الكلام. طيب، وده معناه إن احنا لازم يكون الأكل أو الوجبة اللي احنا بناكلها تكون متنوعة وكاملة العناصر الغذائية. طيب، لو احنا هنتكلم عن الوقت أو التوقيتات، طبعا كلنا عارفين إن في الأوقات العادية، يعني مثلا في ناس متعودين إن هم يتغدوا الساعة 2، وفي ناس طبعا متعودين ان هم يتغدوا الساعه 8 والساعه 7 بالليل وكده، لكن احنا في رمضان متعودين على توقيتات معينه لازم نكون ملتزمين بيها في رمضان، اللي هي طبعا متمثله في الفطار وفي السحور. فازاي بقى ان احنا نعرف ناكل وفي نفس الوقت نبقى ملتزمين بالتوقيتات دي وبعيد جدا جدا عن مشاكل اللي هو العسر الهضمي والحموضه الى اخره؟ علشان كده بقى يسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا النهارده دكتور ربابة عبد الهادي، اخصائيه التغذيه والسمنة والنحافة. لازم ان احنا نكون عارفين كويس جدا جدا الاكل اللي احنا بناكله يكون كامل العناصر الغذائية. اهلا بيك يا دكتور، معنا النهاردة دكتور ربابة عبد الهادي، اخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، منورانا يا دكتور. ربنا يخليكي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. دكتور، بالنسبة لرمضان والاكل والتغذية العلاجية الاخص بالنسبة لمرضى السكر، مرضى السكر دول محتاجين ان احنا نسلط عليهم الضوء وان احنا نهتم بيهم بشكل كبير جدا جدا علشان نحافظ على صحتهم، وفي نفس الوقت هم بيبقوا زعلانين جدا ان رمضان وما بيبقوش صايمين وكده، وفي نفس الوقت برضه يا دكتور اللي هي مقاومة الأنسولين. ففي البداية بس عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في جسمنا أثناء الصيام، وساعات طبعا الصيام الطويلة. طيب، في البداية هنتكلم على إيه اللي بيحصل في جسمنا في أوقات الصيام. قبل ما نتطرق لمرضى السكر، جسمنا خلال فترات الصيام بعد ساعات طويلة بنبدأ ناخد الانرجي أو الطاقة بتاعتنا بعد ساعات طويلة من الصيام من الدهون، فده بيخلي الدهون بيحرق لي كمية كبيرة من الدهون، بينزل الوزن، وفي نفس الوقت بيعمل على إزالة السموم المتراكمة في الدهون، فأنا بتخلص من السموم اللي دايما بتتركز عندي في الخلايا الدهنية. كمان حاجة مهمة جدا إن هي بتنزل الكوليسترول، وطبعا ده بيحميني من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، فطبعا مهم جدا. عن الناحية التانية، بالنسبة للناس اللي عندها مقاومة انسولين، فطبعا الصيام ده بيبقى مهم جدا بالنسبة لهم لانه بيزود حساسية الجسم للانسولين، فبالتالي بيحسن حالتهم كتير جدا. على مستوى الجهاز الهضمي، هو بيحسن الجهاز الهضمي جدا، عشان كده هنلاحظ ان الناس اللي عندها دايما القولون بترتاح جدا مع فترات الصيام الطويله جدا، لان انا كده بريح القولون. كمان المعده نفسها مفروض مع الوجبات الصغيره اللي انا مفروض اكلها في رمضان، ده رمضان ده الاكل الصحي مش الاكل اللي الناس معظمها بتاكله، انا بتكلم على الاكل الصحي اللي هو وجبه ساعه الفطار ووجبه خفيفه في السحور، فطبعا المعده حجمها بيتقلص وبالتالي الشهيه عندي بتقل. طيب، هل كل مريض سكر ينفع ان هو يصوم؟ اكيد مش كل مريض سكر ينفع ان هو يصوم، وخصوصا على حسب نوع السكر، هو تايب 1 نوع اول ولا نوع تاني، على حسب العمر، فكل حاله بتبقى طبعا الطبيب المختص هو اللي يقدر يحدد الحاله دي تصوم او لا، على حسب برضو هي استقرار الانسولين بتاعتها. في حالات بيبقى عندها طول الوقت هايبوجلايسيميا، يعني انخفاض في مستوى سكر الدم او ارتفاع في مستوى سكر الدم، ما ببقاش عارفه اعمل كنترول عليها كويس، فالحالات دي صعب جدا ان هي تصوم. ده بالنسبه للي هو السكر النوع الاول ولا النوع الثاني؟ سواء الاثنين، ممكن يبقى في عدم استقرار في النوعين، في التايب 1 وفي التايب 2. طب ايه اللي يناسب للنوع الاول وايه اللي يناسب للنوع الثاني؟ الحالتين مش فارقه كتير، هو في اختلاف بس، يعني في حاجه بسيطه كده بالنسبه لتايب 1. لو هتكلم على تايب 1، هو تايب 1 ده اللي هي الناس اللي بتاخد انسولين، اللي هو عندها البنكرياس اصلا مش بيفرز انسولين. لكن التايب 2 هو بيبقى فيه نسبه، يعني بتبقى الخلايا متضرره بيبقى فيه نسبه انسولين لكن مش كتير،
فده الفرق ما بين التايب. فممكن اخد ادويه اورال او اقراص يعني او كده تزود لي حساسيه البيتا سيل الخلايا تطلع لي انسولين، لكن النوع الاول تطلع لي الانسولين، لكن النوع الاول لازم ياخد حقن. تمام؟ مظبوط. فطبعا الاثنين ما اقدرش احدد ده يصوم. طبعا هو التايب 1 بيبقى الموضوع مستقر شويه عن التايب 2، لكن برضو في الاخر على حسب استقرار كل حاله اقدر احدد مين يصوم او لا. طب مقاومه الانسولين، لان الموضوع ده منتشر جامد جدا، فكلمينا باستفاضه عنه يا دكتور. طيب، هو مبدئيا مقاومه الانسولين هي دي اللي ممكن تخلي عندي تخليني عرضه اصلا للتايب 1 والتايب 2، يعني دي البدايه. تمام. دي البدايه، وبنلاقيها كتير جدا، يعني نسبه موجوده فيها في الناس الاوبيز او الناس اللي وزنها زياده او بتركز فيها الدهون حوالين منطقه البطن. تمام. ايه هي مقاومه الانسولين؟ ده معناها ان هو في الطبيعي ان الانسولين ده مفروض انه بياخد السكر اللي داخل لي من النشويات اللي اتحولت لسكر عشان يدخله للخلايا، عشان ده غذاء الخليه. مظبوط. الريسبتورز او المستقبلات بتاعته اللي بتبقى موجوده على الخليه بيبقى فيها مشكله، عن طريق مثلا ان الدهون بتخليها ما يعرفش ان هو يدخل عن طريق المستقبلات دي. فما بلاقي ان الانسولين عشان يدخل السكر اللي انا اكلته او النشويات اللي انا اكلتها ده محتاج كميه كبيره جدا من الانسولين، فيبدا البنكرياس يفرز لي كميه كبيره، مع الوقت بيجهد والكميه الكبيره اللي بقى بيطلعها دي بتقل مع الوقت تتحول لتايب 2، لو ما عالجتهاش تتحول لتايب 1 اللي انا مضطر اخد انسولين خارجي يعني. طبعا مقاومه الانسولين دي من اللي بتيجي من العادات الغذائيه السيئه، ان انا باخد نشويات كتير، سكريات، دهون غير صحيه، ده اللي بيخليه عندي تتراكم الوزن يزيد وتتراكم عندي الدهون في منطقه البطن وتعمل لي مقاومه الانسولين. تمام. وبنشوفها كتير جدا في الاطفال على فكره. لا فعلا الموضوع ده بقى منتشر كتير جدا يعني. بنشوف حتى شكل جسم الاطفال بقى مختلف كتير، بتلاقي عندهم دهون حوالين منطقه البطن وجسمهم لا مش زي يعني بقى كتير، ده نتيجه طبعا للفاست فود والحلويات والحاجات اللي بياكلوها كتير من بره، مش سعراتها عاليه جدا. طيب امتى بقى مريض السكر، منين مثلا ما يكون صايم وحس باعراض معينه، ايه هي يعني امتى بقى يقطع الصيام ويبتدي ان هو ياخد قطعه سكر، عصاير كده، امتى بقى مريض السكر يقطع الصيام؟ تمام. هو مريض السكر عموما عندي بيبقى مشكلتين، الهايبوجلايسيميا او الهايبر، يعني انخفاض او ارتفاع مستوى سكر الدم. في حاله انخفاض مستوى سكر الدم ده بيكون لو قاسه بيبقى 70 او اقل. في الحاله دي طبعا يعني لازم يفطر، ويفطر على سكريات بقى، عسل، سكر، عصير، يعني حاجه ترفع له ده في سكر حاله الدم. ان هو قاس ده في حاله قاس او في حاله ظهرت الاعراض بتاعه هبوط، اللي هي يبقى عايزين بقى الاعراض بقى الهبوط بتاع سكر الدم اعراضه بيكون فيه صداع شديد وعدم تركيز، زغلله في العين، بيبقى الوش شاحب، بيبقى ضربات القلب سريعه، ممكن تلاقي فيه رعشه وتعرق، بيبقى فيه عصبيه شديده، فبتبقى معروفه. حتى هو مريض السكر بيبقى يعني عارف الاعراض بتاعه الهبوط. فطبعا عشان المفروض ان انا بقى اتابع وزني طول، اتابع سوري، قياس سكر الدم من اول طبعا ما اصحى مرتين او ثلاثه خلال نهار رمضان، وخصوصا الفتره القريبه من فتره الصبح اول ما يصحى من النوم وفتره القريبه من الفطور، لان بيكون عرضه انه يحصل له هايبوجلايسيميا في الفتره دي. طب ايه بقى اللي هي المخاطر اللي ممكن تحصل من مضاعفات السكر اثناء الصيام؟ تمام. اثناء الصيام هو ممكن يدخل لي في الهايبوجلايسيميا او الهايبرجلايسيميا، يعني دول الحالتين اللي ممكن يعني يدخل فيهم. المضاعفات بقى بتاعه تكرار الحاجات دي، أيوة. تكرار هبوط يعني هبوط السكر طبعا بيعمل لي مشاكل في خلايا المخ، وممكن يسبب لي على لونج تيرم الزهايمر يعني. اما بقى الارتفاع السكر ده بيعمل لي مشاكل كتير قوي، منها طبعا بيعمل تلف لكل اعصاب الجسم، بيعمل لي تلف للشبكيه بتاعه العين، حتى بنلاقي معظم مرضى السكر عندهم مشاكل في العين. مزبوط. تلف في الكلى، بيجي لي القدم السكري. تمام. لان الدم مش قادر يوصل للقدم، وفي التهاب في الاعصاب، حتى لما بيحصل جرح بيبقى فيه صعوبه في التئام الجرح شديده بالنسبه للناس مرضى السكر. فهو يعني
مشكله لو مش متظبط بيدمر كل اجهزه الجسم. تمام. طب ايه بقى الاطعمه المناسبه اللي هم يكونوا حريصين عليها يعني على وجبه الفطار بس بحيث تكون مفيده وفي نفس الوقت تظبط نسبه الانسولين في الدم؟ تمام. هو مبدئيا كده لو انا في يعني مريض سكر المفروض ان انا يعني موضوع ان انا افطر على عصاير محلاه بسكر ده يعني غلط خالص، ما ينفعش اصلا بأي حال من الاحوال. فممكن ان انا لو حابب افطر على عصير ممكن اخد كركديه، ممكن اخد تمر هندي. بس الكركديه بيبقى ما في سكر، ان في نسبه سكر عاليه الكركديه. لا ممكن اكونش اصلا انا محلياه اصلا بالسكر. لو انا بقى حابب ان انا اخد تمر ممكن اخد من تمره لثلاث تمرات اقصى حاجه. ويعني ويفضل ان انا اخدها مش في عصير، يعني اخدها كده او لو انا مضطره يبقى احطها في لبن، لان اللبن موجود فيه بروتين وموجود فيه دهون بتبطئ امتصاص السكر من البلح، فما بترفعليش السكر الدم بسرعه. ومفروض بقى اروح اصلي وارجع بقى اخد الوجبه بتاعتي. طيب يا دكتور قولي لنا بقى المعدل الطبيعي اللي المفروض الجسم يعني يحتاجه من السكر ومن الاملاح اثناء الصيام بالنسبه لمرضى السكر. السكر مفروض مبدئيا كده مفروض السكر اصلا، انت بتتكلمي على السكر الابيض ده؟ السكر الابيض ده ممنوع، السكر الابيض ده ما فيش حاجه اسمها سكر ابيض. او البدائل بتاعته ممكن نشوف البدائل، لكن السكر الجسم اصلا جواه بيصنع سكر. انا بحتاج باخد السكر بتاعي من الجرينز اللي هي الحبوب، من النشويات، من الكربوهيدرات اللي هي المعقده، باخدها من الخضار نفسه. لكن فكره ان انا اخد سكر من السكر دي ممنوعه تماما. يعني مفيش حاجة مثلا كده. ولو حتى نسبه ولو ضئيله؟ لو كده انا ممكن استبدل ببدائل السكر بقى، اخد حاجه من بدائل السكر، السكر اللي هو الدايت. تمام. هو طبعا مش محبذ قوي يعني، بس يعني او سكر الفاكهه. ممكن اخد ده. واصلا الجسم لما بيجي مثلا مريض وهو متعود على سكر كتير وبياخد ثلاث ولا اربع معالق سكر، فبنبدا نعمل له حاجه اسمها فطام من السكر. فبتبداي تقللي بقى عدد المعالق جراديوال كده خلال اول الاسابيع، بتقللي لحد ما هو بيتعود على الطعم. خدي بالك هو السكر ده مجرد تعود على الطعم مش اكتر. فانت دي الفكره. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. بنجدد معاكم تاني التحية واللقاء، ومعنا النهاردة دكتور رباب عبد الهادي أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، وبنتكلم النهاردة عن مرضى السكر في رمضان. قولي لنا بقى يا دكتور على أهم النصايح اللي المفروض مريض السكر يراعيها علشان يتفادى نوبات السكر أثناء الصيام. ما هو ممكن مثلا يكون السكر بتاعه منخفض لكن هو مش حاسس أو مش واخد باله. طيب هو أهم حاجة عشان خاطر نتحكم في مستوى السكر الدم، وجبة السحور دي مهمة جدا جدا، ان هي تكون عبارة عن حاجات كلها لو جلايسيميك اندكس او حاجات مؤشرها الجلايسيمي قليل، ما ترفعش سكر الدم، تكون فيها الياف كتير، تكون فيها بروتين، بلاش سكريات خالص او حلويات. يعني مثلا ممكن ادي مثال لوجبة سحور لمريض سكر مثلا. يا ريت مثال. ممكن مثلا ياخد كوباية زبادي ويقطع عليها مثلا تفاحة، او يقطع عليها فراولة، يقطع عليها موزة بس مش مستوية يعني، ومعاها بيضة أو معاها ست معالق فول مثلا، ومعاها خس وخيار. دي وجبة هايلة تتجنب ان هو يحصل له ارتفاع في مستوى سكر الدم طول يعني في بداية نهار رمضان يعني. فدي من الحاجات المهمة. وطبعا ان انا من الفطار لحد السحور اخد اي حاجه سكريات او حلويات او حاجات زي كده، اكيد مريض السكر عارف ان الحاجات دي بتبقى ممنوعه، او لو هاخدها بليمت بحاجات مقدار معين. وطبعا ابقى محافظه على الدواء بتاعي اللي هاخده في الفطار او هاخده في السحور، وجرعات الانسولين تكون مظبوطه، وخصوصا جرعات البيزل انسولين اللي هو انا باخده بالليل ده مهم جدا. عشان ما اصحى الصبح يبقى انا ما عنديش ارتفاع وانخفاض في سكر الدم. لكن عادي جدا ان هم ممكن ياخدوا يتناولوا فاكهه او كده صح؟ بكميه، ما فيش حاجه ممنوعه. يعني فيش حاجه ممنوعه، بس انا دلوقتي بدل ما اجيب مثلا البلح بياخد من واحده لاقصى حاجه ثلاثه، مش هحط قدامه طبق بلح.
اكيد اكيد. فماني الفاكهه وهكذا، يعني الفاكهه حاجه كويسه جدا وفيها الياف وما بترفعش سكر الدم. طبعا مش كلها، في عندي العنب وفي عندي برضو التمر، الحاجات دي بترفع سكر الدم، فانا اخد من الحاجه بالمقدار اللي يبقى مناسب ليا. مظبوط. طب ده بالنسبه للسحور، لكن الفطار؟ الفطار احنا بعد ما اتكلمنا ان هو اخد التمر في اللبن او اخد عصاير ما بترفعش سكر الدم، ويفضل طبعا ان هو يعني ياخد البلح ويشرب ميه. هبدا بقى بالوجبه بتاعتي. الوجبه بتاعتي المفروض تكون فيها بروتين كتير، البروتين على حسب طبعا وزنه، خالي من الدهون، دي مهمه جدا. يعني مرضى السكر دايما بيبقوا عرضه ان هم يجي لهم الضغط، فانا كمان مش هبقى ازود الدهون وازود الكوليسترول وادخله كمان في مرض ضغط كمان. فمهم جدا ان هو يبقى الدهون دهون صحيه، ما ياخدش اي دهون غير صحيه. الصدور، الفراخ، الحاجات، حتى البروتين النباتي برضو ده مهم جدا، العدس، الحمص، البقوليات، كل دي فيها بروتين وبروتين صحي برضو. اللحوم الحمراء تبقى يعني ما فيهاش نسبة دهون، وتبقى يعني ممكن اخدها مرة في الاسبوع، يعني ما يفضلش ان انا اخدها كتير. بالنسبة للبقية الطبق، يعني نص الطبق بتاع مرضى السكر مفروض يكون فيه خضار، كله خضار، وخصوصا الخضار الحاجات الورقيه، يعني مش هنتكلم على الخضار اللي مليان نشويات، لا الخضار الورقي بقى، الحاجات بقى اللي هي الملوخيه، السبانخ، البروكلي، الحاجات دي كلها هايله جدا جدا ومش بترفع سكر الدم. طيب بالنسبه بقى للبدائل، في بعض مرضى السكر بيبقى عندهم شراهه كبيره جدا يعني للاكل، للسكريات، وفي نفس الوقت مش قادرين ان هم يعملوا كنترول او ان هم يتحكموا في الشهيه بتاعتهم، دول يعملوا ايه؟ اولا دول لازم يغيروا اللايف ستايل بتاعهم. ما عندهمش الحماس ان هم يعرفوا يغيروا، ما هم هيغيروا اللايف ستايل عن طريق ان هو هيغير نوعيه الاكل، ما هي ملهاش اي حل تاني ان هو هيغير نوعيه الاكل عشان الشراهه دي تزيد، هيقلل وزنه، هيمارس رياضه. فانا عندي مثلا هستبدل، انا بدل ما اكل مثلا العيش دايما اللي هو الفينو والمخبوزات والحاجات دي كلها بتعلي سكر الدم عندي وبتخليني على طول، الحاجات اللي المؤشر الجلوكوز بتاعها عالي بتفتح لي الشهيه جدا، الحلويات، الشوكولاتات، الحاجات دي انا اول ما باخدها على طول بحس ان انا يعني جعان خلاص، انا مش بعتش. الحاجه الوحيده اللي هتحسسه ان هو جعان، ان هو شبعان، ان هو ياخد يعني كربوهيدرات معقده زي الحبوب، الشوفان، البليله، الكينوا، الحاجات، حتى في برضو المكرونه والرز البني، بس حتى لو انا مش هاخد الحاجات دي اخد الحاجات التانية بمقدار بسيط، يعني مثلا الرز ابقى احط 6 معالق، المكرونه برضو مش هحط، يعني ابقى محدد ليا طبق. يعني مرضى السكر اصلا بيبقى ليهم اطباق كمان معينه عشان خاطر يتحكم في الكميه، لان هو عشان يظبط السكر الدم بتاعه لازم يعني نوعيه الاكل وكمان الكميه بتاعته. دي الحاجه المهمه جدا. ازود الخضار زي ما قلت لك، ده يعني من بيبقى نص الطبق بتاعهم خضار، يعني نص خضار والنص التاني في البروتين، والنص التاني مقسوم نصين، في بروتين وبقيه الربع بتاع النص بتاع البروتين في حاجتين اتنين، في النشويات ومع الفاكهه في قلب الجزء بتاعها. انقي الفاكهه اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها قليل، يعني زي مثلا التفاح، زي الجوافه، البرتقان، الكمثره، الحاجات دي بتبقى هايله جدا يعني. طيب يعني هل ينفع مريض السكر لو هو يعني على الفطار وفي وسط عزومه ياكل الخشاف عادي؟ هو ينفع، بس يعني هو خصوصا بقى في عزومه بقى وكده واللمه وكده، فعادي الخشاف عادي معاه؟ ايوه، اي بصي اي زي حاجه، مش مشايه والقراصية والتفاصيل فكره دي. فكره النفسيه دي مهمه جدا جدا بالنسبه للمريض. يعني انا ما ينفعش ان انا عشان انت مريض سكر انا احرمك ويبقى انت ليك اكل لوحدك، واحنا كلنا هناكل اكل صحي عشان يعني عشان ده المفروض اللي يحصل، مش عشان احنا معانا مريض سكر، لا عشان انا كمان عرضه ان انا يجي لي امراض لو انا ما اكلتش الاكل الصحي. فعادي جدا ان انا اخد الحاجات دي كلها بس بكميه معينه، يعني انا اخد قطعه قراصيا، واحده مشمشيه بس، يعني انا وخصوصا ان الفواكه المجمده دي المجففه دي بتبقى فيها نسبه السكر مركزه عاليه قوي، يعني ضعف الفواكه العاديه يعني. فطبعا لازم اخد بالي، يعني هو ما فيش حاجه ممنوعه، بس فكره الكميه دي يعني مهمة جدا جدا بصراحة.
طيب في الفترة الأخيرة انتشرت كتير جدا ظاهرة الأطفال اللي عندهم سكر، طب هل دول يعني يصوموا زينا؟ تمام، عايزين نتكلم عن الموضوع ده باستفاضة. ماشي. هو مبدئيا الأطفال اللي عندهم سكر هنتكلم في هل هم يعني سنهم تحت السن المكلف يعني ان هو مفروض يصوم. لو كده هو برضه هبص لكذا نقطة، هو سكر نوع أول ولا سكر نوع تاني، هو بيروح المدرسة ولا قاعد في البيت، عشان خاطر دي نقطة مهمة جدا. أنا ممكن يبقى ابني مش هينفع، هو مريض سكر وبره في المدرسة ومش تحت عيني، ممكن يحصل له أي مضاعفات ما معرفش ألحقه. فطبعا دي نقطة، هو بيقضي نهار رمضان جنبي في البيت، ففي الحالة دي لأ ممكن إن أنا يصوم. وممكن لو أنا بعود على الصيام يفضل إن هو لما يصحى من النوم ياخد وجبة وبعدين اصومه بقى عادي بيكمل معانا اليوم، عشان يحس بفرحه بقى الفطار معانا وكده، بس ياخد وجبه عشان خاطر مش هيقدر يقعد طول الفتره دي كلها معرض جدا ان يحصل له هبوط في سكر الدم. ففي الاول وفي الاخر انا اقدر اعمل الكنترول على ان الطفل يصوم، بس برضو برجع وبقول على حسب حاله الطفل. مظبوط. يعني هنرجع في الاخر للطبيب المعالج. طيب بالنسبه للأطفال بقى اللي هم مكلفين ان هم يصوموا، مظبوط، الاطفال المكلف ان هو يصوم ده هيبقى في اطفال بتبقى ما فيش استقرار عندها في سكر الدم، ففي الحاله دي برضه هيبقى عنده صعوبه ان هو يصوم. دي هيرجع لها مع الطبيب المعالج، لان دي بقى حاجه فرض، فعلى حسب الحاله الصحيه هي اللي يقدر يقول او لا. لكن الاطفال الصغيرين دول انا مش لازم احطهم في الريسك ده ان انا وبعدين انا ممكن يعني انا لاحظت ان في ظاهرة ان الاطفال وخصوصا هنتكلم على تايب 2، لان سكر النوع التاني ده هو اللي بيجي من العادات الغذائية السيئة واللايف ستايل السيء. فانا لاحظت ان في نسبة اطفال كبيرة جدا عندها السكر النوع التاني ده بقى منتشر، مقاومة الانسولين منتشرة، نتيجة لان هو طول الوقت بياكل اكل من بره، ماكدونالدز وكنتاكي والحاجات دي. مزبوطة. والحاجات السريعة، الحاجات دي مش بتشبع والكالوريز فيها عالية قوي، عالية جدا. أطفال كلهم بيشربوا بيبسي، والبيبسي بيها الغازية في حوالي 19 معلقة سكر، في كمية سكر رهيبة، بغض النظر بقى طبعا على ان هو بيأثر. ده بالنسبة للكوباية الواحدة 19 معلقة الكنز. الكان الواحدة دي، الكان دي لوحدها دي فيها حوالي 19 معلقة سكر. فطبعا لو كل يوم هو بياخد ده فطبعا مضر على يعني انه معرض ان هو يزيد في الوزن ويجيله سكر. وكمان موضوع العظام بقى وتاثير البيبسي على العظام ده قصه ثانيه. طبعا يعني هشاشه عظام لا الواحد بيشوفها كتير موجوده بصراحه في الاطفال، مجرد انه يقع يتكسر، بيلعب كوره يقع يحصل له اصابه، ده نتيجه طبعا للعادات السيئه اللي هو المفروض ان الاطفال بتاخدها كتير. فننصح بقى الامهات يعني ان بالنسبه للاطفال ان احنا يعني لو هم خارجين بره اكيد مش هنمنع اطفالنا ان هم يخرجوا ياكلوا بره ياكلوا بره، فبس تبقى يعني مره مرتين في الشهر، مش كل يوم احنا بناكل. ونوعيه الاكل نفسها انا اقدر اتحكم. لا بس في بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكله ايه، ان هم بيبقى في وسط اخواتهم بياكلوا حاجه وهم بياكلوا حاجه تانية اثناء برضو ما هم في المدرسه، بيشوفوا مثلا زمايلهم في البريك هم بياكلوا حاجه وزمايلهم بياكلوا حاجه تانية، فازاي برضو ان احنا نظبط العامل النفسي بالنسبه للاطفال مرضى السكر؟ دي بصي هي طبعا بيبقى الطفل بصي مريض السكر بالذات الاطفال بيبقى عندهم حساسيه شديده جدا للموضوع ده، وبالعكس ده هو لما بيعرف ان هو عنده يعني حاجه زي كده بتلاقيه عايز حاجات هو اصلا ما كانش يعني عايز ياخد شوكولاتات وعايز ياخد سكريات وحلويات وهو اصلا ما كانش اصلا بياخد الحاجات دي. فطبعا انا بتكلم معاه، والطفل يعني هو بالنسبه لنا مش طفل، يعني هو لما بنحترم عقله وبنخاطبه لما نقول له الحاجات دي مفيده ليك عموما مش عشان انت مريض سكر، انت كده هتبقى قوي، بيحبوا هم ان هم يبقوا اقوياء وعندهم عضلات. مش لو خاطبناهم بالطريقه دي طبعا هتفرق، غير ان انا بقى بحط له بدايل للحاجات الان هيلثي دي،
في اللانش بوكس، مظبوط. يعني ممكن احط حاجات، في حاجات موجوده دلوقتي بالشوفان وحاجات سكرها قليل، ممكن احط لها بدل، وطعمها حلو على فكره، بدل ما يروح يجيب الشوكولاتات والحاجات دي، طبعا هتبقى احسن يعني. مظبوط. طيب بالنسبه بقى للموضوع الحموضه وعسر الهضم والتفاصيل ديت، ازاي بقى نتجنبها؟ مع العلم في مثلا ممكن ناس او اشخاص معينين ياكلوا ولو حتى حاجات بسيطه وحاجات ما هياش معقده ولا مركبه، وبعد كده ينتج عنها بقى حموضه، عسر هضم، الحاجات دي. طيب هي مشاكل المعده دي عموما لها اسباب كتير، عشان انا يحصل لي حموضه او كده، يعني مشاكل المعده يحصل لي حموضه او كده، فدي طبعا على حسب الحاله، هل هو عنده زياده تمام. في افراز اتش سي ال او لا، ايه مشكلته بالظبط. ناخد اتصال محمود. الو، الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب. هل دلوقتي يا فندم لو حد عنده السكر هل ده بيأثر على الكلى؟ حلو قوي السؤال ده. نوع ايه نوع؟ طيب اوكي، الدكتور معاك. هيا دكتور، تحبي تسألي في ايه؟ عنده سكر نوع ايه؟ يعني سكر نوع اول، بياخد انسولين ولا سكر عادي ولا بياخد اقراص؟ لا، هو سكر عادي مش سكر. هو طبعا معرض ان هو يأثر على الكلى. ارد عليه ولا ناخدها بعد ال... طب في عندك سؤال او استفسار تاني؟ الو محمود، بشكرك جدا يا محمود، والدكتور هترد عليك دلوقتي حالا. هو دلوقتي بيسأل هل السكر بيأثر على الكلى؟ طبعا هو فكرة السكر ان عدم انتظام مستوى السكر، ما هو انا كمريض سكر لو انا ما ظبطتش السكر بتاعي ممكن ابقى عرضة ان انا يحصل لي ارتفاع في ايه، في مستوى سكر الدم. بنلاقي كتير مرضى، احنا تقريبا معظم مرضى السكر عندهم مضاعفات، فتلف الكلى، تلف الكلى دي من مضاعفات مرضى السكر. هو لو ما ظبطش، هو مرض السكر سهل ان انا اظبطه بالعادات الغذائيه المظبوطه مع الدواء، بس العادات الغذائيه بتلعب دور مهم جدا جدا. يعني انا لو باخد الدواء وباكل غلط هيحصل لي برضو اضطراب في مستوى سكر الدم. فطبعا الكلى مع مستويات السكر العاليه طبعا بيحصل لها تلف، ومش الكلى بس، العين، شبكيه العين والقدم والجلد نفسه لو اتعور، وبيحرق كمان الاعصاب بتاعت الاطراف، ما هي بيدمر كل الاعصاب. عشان كده كمان يعني لازم مرضى السكر ياخدوا فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 لازم، ضروري جدا جدا عشان حمايه الاعصاب، لازم اجباري كده. ويعني حتى لو يعني هو موجود في اللحوم، موجود في اكل كتير. معنا اتصال من اسماء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا اسماء، الدكتور معاكي، سؤالك او استفسارك. ايوه، السؤال للدكتور. اسماء بنتي مشيت مع دكتور التغذيه 4 شهور، خست 10 كيلو وصلت لل 65 كيلو، بعد كده راحت زادت 10 كيلو، قال لها ده انت المشكله عندك في الدهون، الدهون عندك الدهون كثيره. بنوتك عمرها كام سنه؟ 18. طب يا دكتور تحبي تساليها حاجه؟ يعني هي كانت خست، هي خست ورجعت زادت يعني؟ هو بيقول خست، كان وزنها 65 كيلو، خست 10 كيلو ورجعت بقت 75. طب هي ثبتت على كام؟ زادت ليه؟ هل هي ثابت ما مشيتش على النظام؟ بتاكل كتير. طيب ما هي دي لازم طالما بتاكل كتير، يعني احنا عارفين سبب. مش سايبه روحها بس يعني هامل شويه في النظام وثبت الدكتور. تمام ماشي، هنرد عليك. طيب في عندك سؤال او استفسار تاني؟ بشكرك يا اسماء، والدكتور هتجاوبك دلوقتي حالا. هي بتقول ان بنتها خست، تابعت مع دكتور ولغايه ما وصلت لوزن 65 كيلو، وبعد كده اهملت وزادت 10 كيلو. فتعمل طبعاً أنا ايه علشان تظبط وترجع تاني لل 65 كيلو؟ تمام. ونستغل رمضان. هي طبعا رمضان مفروض لو انا خدت مشيت على الاكل الصحي كلنا هننزل، يعني كل الناس عندها اوفر ويت وكده هتخس. بالنسبه لبنتها، اولا هو انا يعني محتاجه اعرف الدايت اللي كانت ماشيه عليه ده، لو هو لايف ستايل عادي فمفروض ان هي مش كانتش هتحس ان هي ترجع الوقت ترجع ده كله. عشان كده احنا القفزه، عشان كده احنا دايما مش بنعمل حاجه اسمها دايت. فكرة الدايت دي فكرة اللي هو بقى تاخد كوباية زبادي ومش عارف 3 معالق مش عارف ومعالق، لا مفيش حاجة اسمها كده. أنا بغير اللايف ستايل نفسه بتاع أكلي،
وبزود الرياضه وبقلل الحاجات المضره، زي يعني خلي دايما احنا ككبار يعني سيبنا من الاطفال، النشويات دي بالنسبه لنا حاجه مش مهمه قوي، اركز في البروتين، اركز في الخضار، النشويات دي اخر حاجه ممكن افكر فيها. ثلاث معالق او حاجه زي دكتور. كده اصل يا دكتور يعني عارفه حضرتك هي نزلت 10 كيلو فجت ما بينها وما بين نفسها قالت ان هي في حرمان، هي مش في دماغها ان هي الوزن يزيد، بس كل ما هنالك ان هي كانت حاجه كانت محرومه منها. ما هو ده بيحصل عشان خاطر اللي هي راحت تخس وهي عامله حسابها انها تمشي على الورق ده عشان تخس، لكن لو هي عامله حسابها ان ده هيبقى نظام حياتها وهتغير اللايف ستايل، هي طبعا هتفضل طول عمرها كده. فطبعا طالما هي بتاكل كتير فطبعا يعني سهل جدا ان هي تقنن في اكلها. محتاجين نعرف هي بتاكل كتير ليه، لازم نعمل لها تحاليل عشان نعرف مثلا هل عندها مقاومه انسولين، هل عندها كوليسترول مثلا عالي، نعمل سي بي سي، نعمل برضو السكر، نعمل صوره دم كامله، نعمل وظائف كبد وكلى. ولو كل ده يعني ممكن يكون في حاجه عندها مخليه عندها شره للاكل. بس معانا اتصال من هويدا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي الدكتور معاكي، سؤالك او استفسارك. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام، اتفضل. والله انا بنتي بالعكس مش تخينه، هي نحيفه جدا لدرجه ان هي الصيام مبهدلها خالص. يعني عندها كم سنه؟ عندها حاجه يعني هي تخين شويه وطويله، يعني تطول طويله جدا بس نحيفه جسمها. عندها كم سنه؟ طيب عندها 21 سنه. وحضرتك تعرفي وزنها او كده، وزنها وطولها او كده؟ هي طولها 165، حوالي 165. وزنها؟ والوزن مش عارفاه بالضبط لاني خست اكثر. ما خست نزله الثانيه. تمام. طيب في عندك سؤال او استفسار ثاني؟ لا شكرا، الله يخليكم. شكرا. تمام، هنرد عليك. بنوتتها بتعاني من نحافه والصيام تعبها طبعاً جدا. أنا جدا. ونفسها ان بنتها يعني تتخن شويه وهي عمرها 21 سنه وطولها 165 سنه. تمام. النحافه اسبابها كتير جدا. ممكن يكون عندها مثلا الغده، مثلا في عندي مشاكل في الغده، عندي مشاكل في الهرمونات، فبنعمل بعض التحاليل عشان نشوف النحافه دي عشان قله الاكل ولا النحافه دي مرضيه بسبب مرض معين. تمام. تمام؟ طيب لو النحافه دي بسبب ان هي مثلا يعني ما بتاكلش، فدي امرها سهل جدا. هبدا بقى ان انا ازود الاكل. في ناس بتبقى مش قادره تاكل كميه الاكل ده، فطب اعمل معاه ايه؟ بديها اكل قليل بس الكالوريز بتاعته عاليه جدا. يعني مثلا ممكن اديها كوبايه اللبن، كوبايه اللبن دي احط مثلا معاها مثلا 4 معالق لبن مكثف، احط معاها موزه. البديل للبن المكثف ممكن لبن نيدو، اي ممكن كريمه، يعني كريمه. انا عايزه حاجه تدي كالوريز يعني عاليه. قشطه كده تدي معايا كالوريز. اقطع موزه، احط مكسرات، اقطع تمر. دي هي ممكن تاكل الكوبايه دي وسعراتها عاليه جدا. فانا بشتغل مع الناس اللي عندها النحافه بان انا بدي سعر اكل قليل لان هو اصلا ما بقالوش نفس ياكل، بس السعرات الكالوريز بتاعته عاليه جدا. معانا اتصال من خلود. الو. الو، اتفضلي يا خلود، الدكتور معاكي، سؤالك او استفسارك. لو سمحتي، انا عندي 28 سنه وجالي سكر. وجالك ايه؟ سكر. سكر. سلامتك. الله يسلمك. سكر ايه؟ بتاخدي قراص ولا بتاخدي انسولين؟ ايه، بتاخدي قراص ولا بتاخدي انسولين؟ قراص. وزنك قد ايه؟ طيب قراص. وزنك قد ايه؟ بس حضرتك انا من ساعه ما جالي السكر وانا حصل لي خسسان في الوزن. من ساعه ما جالك القولون؟ السكر. إيه؟ السكر. تمام. بس وعندي شحوب، شحوب وشي زياده وبالذات في رمضان والصيام. بتتابع طيب قياس السكر؟ بتتابع قياس السكر يا خلود؟ هو ساعات يعني بيبقى عالي شويه وبيبقى واطي شويه كده، يعني مش بيبقى متظبط قوي. انا باخد اللي هو الاقراص، اللي هي المرحله الاولى، مش سكر مرحله ثانيه يعني. تايب 1. تمام.
بس فعايزه اي يعني حضرتك تقولي لي اي نصايح، ما يبقاش في وشي شفوف، تمام ما يبقاش في خسسان زياده كده يعني. تمام طيب فيتامين اي حاجه. تمام تمام. عندك سؤال واستفسار تاني يا خلود؟ استفسار بقى عن بنتي. بنتي اتفضلي. بنتي صغيره عندها سنتين ونص وجسمها نحيف جدا. تمام طيب تمام ماشي، بشكرك جدا يا خلود. دكتور هي عمرها 28 سنة وعندها السكر ووشها شاحب ومع الصيام خست جامد جدا، وبرضو نفس المشكلة عند بنوتتها، فرأيك ايه يا دكتور؟ انا رأيي ان هي كده معناها ان السكر بتاعها مش متظبط. طيب. الاعراض اللي عندها دي بتقول ان هي يا اما بيحصل لها ارتفاع في سكر الدم او انخفاض، فدي مشكلة. مشكلة بقى اكل، محتاجة تظبط أكلها بالنوعيات اللي أنا قلتها، أو حتى لو هتعمل سيرش وتدور على الأطعمة المناسبة لمرضى السكر هتبقى عندها تعرف تاكل الأكل ده مع تظبيط جرعة الدواء. يعني هي لو كذا يوم تابعت السكر بتاعها ولقيته على طول بيعلى أو بيوطى، لازم تغير جرعة الدواء، ترجع للطبيب المعالج. طول ما جرعة السكر مش متظبطة هتلاقي الأعراض دي، وبنصحها طبعا انها تاخد فيتامين ب. طب وشحوب وشها؟ ما هو شحوب وشها ده من اعراض، ده من اعراض ونزول الوزن. ونزول الوزن طبعا كل ده انا حتى لسه في اول البرنامج قلت لك، نزول الوزن والعطش وجفاف الحلق وكثره دخول الحمام، ده بيبقى نتيجه للهايبر ارتفاع سكر الدم. تمام شحوب الوجه ده بيبقى نتيجه انخفاض سكر الدم. فحتى هي قالت انا ساعات بقيسه الاقيه عالي وساعات بقيسه الاقيه واطي. منخفض. معنا اتصال من محمد. الو الو اتفضل يا محمد، الدكتور معاك، سؤالك او استفسارك. دلوقتي السكر عندي ليه اكتر من 6 سنين. تمام تمام. ليه حوالي اكتر من 4 سنين الحمد لله حوالين 100، يوم ما بيرتفع صايم او فاطر، يوم ما بيرتفع بيوصل ل 120 بس. هي. انما هو حوالين 100، ممكن صايم بيجي 80 85، فاطر بيجي 100 وكده. فهل ده طبيعي ولا ايه؟ في عندك اصلا اي مشاكل؟ ولا شيء. طب حلو ده. جدا يعني، يا ريت الناس كلها كده يعني ما شاء الله. في ضغط وكده والحمد لله محافظين عليه، والحمد لله بنمارس الرياضه، المشي على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع، حوالي 3 كيلو بمشيهم يعني. هايل عظيم يعني. هايل. فهل يعني ده تمام كده نستمر عليه؟ بتاخد فيتامين ب12؟ كويس جدا أوميجا. يعني كويس جدا يعني ما شاء الله يعني. وباخد الاعراس اللي هي الاميرال 3. تمام تمام. يعني ده طبيعي كده. والاهم حاجه المحافظه على الاكل، لا ما بنلخبطش يعني. طب كويس جدا يعني. طب تمام. في عندك سؤال او استفسار تاني؟ الله يكرمك. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، والدكتور هتجاوبك حالا دلوقتي. بالنسبه لي ما شاء الله يعني. انا بص يعني هو ده بقى بتكلم على كده، ان مظبط الاكل، بيلعب رياضه، السكر بتاعه في الكنترول. يعني انا دايما مرضى السكر من 90 ل 125 هو كده كنترول. تمام. قل بقى عن ال 70، زاد عن ال 250 كده يبقى انا عندي مشكلة. بتكلم 90 ل 125 ده صايم. فهو ما شاء الله عليه يعني، حتى فده يعني بالعكس، ده يعني تبقى رسالة لكل المشاهدين ان هم يعني في ناس اهو بقى له 6 سنين عنده سكر وعنده ضغط والاتنين متظبطين. انا اقدر اعيش حياتي. تمام. بالمرض اللي عندي وانا مظبط الرينج بتاعه في جسمي ومظبط النسبه بتاعته بس على فكره هو قال ميزه حلوه جدا، ان هو من الواضح ان هو كل شويه بيقيس السكر ومتابع السكر طبعاً. لان في فئه من مرضى السكر يعني ان قاسوا السكر ولو حتى مره واحده في اليوم يعني بيعتمدوا كتير. عليها بقى كتير. يومين يعني ثلاثه كمان لقدام. مظبوط. فهو يعني كويس جدا ان في موضوع اللي هو على طول بيتابع قياس السكر. كان في المتصله اللي فاتت ما كملناش اللي هي بتتكلم عمرها 28 سنه وكان وزنها قليل جدا وعندها شحوب وبرده عايزين نتكلم على بنوتتها. طيب احنا قلنا كده عشان خاطر نعالج الشحوب اللي عندها والاعراض اللي بتجيلها لازم نظبط سكر الدم، نظبطه عن طريق الاكل والرياضه.
يعني دول الحاجتين اللي افرضي يا دكتور ان هي ما عندهاش الامكانيه ان هي تلعب رياضه، لو نزلت مشيت في الشارع نص ساعه بس كفايه، يعني مش عايزه، مش لازم تروح جيم ولا اي حاجه، تنزل تتمشى. يعني حتى لو في البيت هتعمل اي اعمال، في حاجات، ده في حاجات تمارين كتير على اليوتيوب تقدر تعملها في النت، حاجات بسيطه جدا يعني. لو مش تقدر حتى تنزل الشارع، الرياضه مهمه اكيد ومهمه لكل حاجه يعني. طب تنصحي ايه بقى يا دكتور علشان الاكل، تاكل ايه او بمعنى اصح تركز ايه في اكلها؟ تركز في اكلها على البروتين والخضار والفواكه اللي هي مش بترفع سكر الدم زي اللي انا قلتها، وتاخد يعني ثمره واحده بس في اليوم، مثلا لو تفاح ثمره واحده، ممكن الفراوله تاخد 3 ثمرات، البرتقال، الكمثرى، الجوافه، الحاجات دي هايله مش بترفع سكر الدم. حتى لو هاكل موز ما اكلش الموزه المستويه قوي، الموزه المستويه الغامقه دي سكر زياده، سكرها كتير طبعا طبعا عالي. نسب السكر في الفواكه بيختلف بمراحل النضوج بتاعته على فكره. تمام. تبعد عن الحاجات بقى اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي، العنب، التمر، يعني هم عارفين الحاجات المسكره، هم عارفينها على فكره. اكيد. تركز قوي على الخضروات الورقيه. مظبوط. وتاخد تعمل بقى حتى لو هتاكل الكوسه والحاجات دي تبقى سوتيه، وتقلل قوي نسبه النشويات، وتحاول تخلي النشويات بتاعتها من الحبوب الكامله. طب وبالنسبه لمنتجات الالبان يا دكتور، تكتر منها ولا يعني ولا هو ايه النظام بالنسبه لمرضى السكر؟ يعني ممكن ياخد من كوبايه لكوبايتين في اليوم، بس خالي الدسم، ما يكونش فيه دهون، يعني احاول اقلل الدهون على قد ما اقدر. طب يا دكتور، هي كانت بتقول ان بنوتتها عمرها 2.5 سنين ونحيفه جدا. طيب في ناس كتير ممكن تقولك انا بنتي نحيفه بالمقارنه بحد تاني. مظبوط. فانا ايه اللي بيحكم عندي وزن الاطفال؟ في حاجه اسمها جروس شارت او منحنى النمو. انا بجيب بقدر من خلاله اعرف وزن الطفل ده بالنسبه لعمره قد ايه، مناسب ولا لا. طيب هو ده بيبقى رقم؟ لا، ده بيبقى رينج، يعني بيبقى رينج كبير. ففي ناس ممكن تبقى اطفال بتبقى على المنحنى العالي، وفي ناس بتبقى على المنحنى الاقل. فمش معنى ان هو اقل من الطفل اللي جاره او قريبه ان هو كده يعني عنده مشكله، لا، هو ممكن يكون انت شايفاه نحيف وهو مظبوط يعني. تمام. معنا ايمان من الاقصر. الو حنان. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام حنان، كل سنه طيبه. وانت طيبه حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي سؤالك او استفسارك. لو سمحتي انا عايزه نسال برضه عن السكر. تمام، الدكتور يعني معاكي. ماشي، اتفضلي. انا من الفئه اللي انت هتقول عليها مش هنحلل السكر يعني نهائي، تقريبا يعني ممكن كل 3 شهور، كل 5 شهور، بس انا اتعب وحاليا تعبانه جدا. بس انا مش عارفه علاجي التامين هو السبب، يعني هو مش مخليني اتظبط مع ان انا مظبطه واكلي. بتاخد اقراص بس؟ مش فاهمه يعني. انا بتاخدي اقراص بس ولا بتاخدي انسولين؟ ما ناخد اقراص يعني راس. هو اعلي وغير الدكتور البرشام قبل كده، كان يعلي يعني 300 و400 يوصل. سكرك وبعد اداني علاج اتظبط ونزل ب 100 و120 و150. تمام. بس حاليا انا اعرف نفسي لان نخش الحمام كثير ماخذه يعني. تعبانه مهبطه مش قادره نقوم. سلامتك. تمام، الله يسلمك حبيبتي. ما شاء الله، نرد عليها. طيب في سؤال او استفسار تاني؟ الله يخليك، انا عايزه بس يعني احنا ناس غلابه ومش مش هنقدر نطلع نروح البيت كتير ولا نكشف. انا عايزه حاجه اللي بيها يعني نظبط نفسي، مش عارفه. احسن ناس ولا نعم. احسن ناس واجمل ناس. الله يخليك يا حبيبتي. احنا مستعدين جوانا خالص، ما كناش حتى نخطر على البال ان احنا نكلمه يعني ولا حبايبنا نتصفر. حبايبنا حبايبنا واجمل ناس. والله انتوا عسل، والدكتوره وانت زي العسل يا رب. الله، كل سنه وانتوا طيبين يا رب. كل لحظه وانت بخير، كل لحظه وانت بخير. يعني دلوقتي مشكلتك ان السكر عالي جدا، صح؟ فعايزه تنظميه. ايوه، بس بصراحه مش قادره اروح للدكتور، ولا يعني مش معايا امكانيات ان انا نروح نكشف او نتابع. ممكن بقى تسيب اي هشكل، بس انا اخذه اخش الحمام كتير، مع ان انا يعني واكلي مهجبني. النت احنا معنا اخذ يعني بهايم في بيتنا، جبنا حاجه يعني حاجات خفيفه. والله. طب استاذنك سيبيلي رقمك في الكنترول والدكتور هتجاوبك دلوقتي حالا. بشكرك جدا جدا وسعداء جدا باتصالك. شكرا. عايزين يا دكتور نديها كده روشته ان هي يعني دواها من خلال الاكل،
يعني بمعنى الاكل منه تظبط سكرها وتظبط حالتها النفسيه. طيب برضو هي مبدئيا كانت قالت انا مش عارفه ده من ادويه التامين او لا. لا هو مش من ادويه التامين. عادي دواء التامين عادي زيه زي الدواء اللي بيبقى في الصيدليه. بس هي مهم جدا ان هي تظبط جرعه الدواء. يعني هو واضح ان الدواء مش ماشي مع حالتها، لان ما يوصل 400 و300 ده خطر جدا. ده غير ان هي كمان بتقيس السكر كل فين وفين. هي مشكله، هي المشكله عندها يعني. هي المفروض تقيس السكر ده. ده الناس طبيعي بتقيس السكر يوميا 4-5-6 مرات في اليوم. يعني بتقيس المفروض بعد كل وجبه ساعتين تقيس. فهي كده بتضطر تقيسه بعد ما المشكله تبقى ظهرت. فاتمنى ان هي يعني نحاول نشوف موضوع الدواء بتاعها ده. وبالنسبه بالاكل بقى، ان هي تاكل خضار كتير، تركز على البروتين، حتى لو ما فيش لحوم تاكل البقوليات والحمص والحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب يا دكتور، تنصحيها بحيث يعني تظبط ايه في الفطار، ويعني ايه هي المعايير اللي تمشي عليها في الفطار وفي السحور؟ او مثلا يا دكتور تنصحيها تاكل ايه؟ يعني الاكله دي تبقى مفعولها عامل كده زي السحر. والله تاكل مثلا شرب الماء الكتير. هي شرب الماء الكتير ده كده لا يقل عن 8 اكواب في اليوم. ده كده امر مفروغ منه للاصحاء والمرضى لكل الناس يعني. بالنسبه للصبح مثلا ممكن تاكل مثلا جبنه قريش وتقطع عليها خضار بتاعها العادي. ممكن تاخد الفول، ممكن تاخد مثلا نص رغيف عيش، بلاش ان احنا نكتر في العيش كتير. مثلا لو حابه تاخد بين الوجبات مثلا تاخد فاكهه، بلاش عصاير، تاخد فاكهه كامله كده عشان الالياف دي مش بتعلي سكر الدم. مثلا ممكن في وجبه الغداء تقلل الرز على قد ما تقدر، يعني تاخد 6 معالق رز وخضار كتير سوتيه، وتاخد برضو البروتين على قد ما تقدر. وجبه العشاء برضو تبقى وجبه خفيفه ما فيهاش سكريات خالص، من غير مسبكات خالص. من غير مسبكات دي طبعا مهمه كمان عشان الجهاز الهضمي والقولون والكلام ده. وكده كده لما الانسان بيتقدم في السن الحاجات دي كلها بتظهر عنده مشاكل، فلازم يحافظ. عايزين بقى نصيحه ذهبيه ننصح بيها المشاهدين ازاي يحافظوا على السكر ما يرتفعش منهم، وفي نفس الوقت يبقى رمضان جميل وصيام مقبول وافطار شهي. تمام. اول حاجه انهم على قد ما يقدروا لو ينزلوا يتمشوا ايا كان، دي حاجه مهمه جدا. تمام. يقللوا الاكل بتاعهم، يبقى كفايه قوي وجبه الفطار ووجبه السحور. لو حب ياكل سناك في النص تبقى فاكهه، ما يشربش عصير. يعني العصير ده يعني وهو مضطر، لان العصير ده بيرفع سكر الدم جامد. يقلل في الحاجات اللي ممكن ترفع له سكر الدم، الحلويات والحاجات دي كلها، ويزود في الخضار ويزود في البروتين. طول ما هو بيزود في الخضار وفي البروتين حتى لو كان بروتين النباتي، يبقى كده يعني الدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. للاسف وقت حلقتنا خلص، لكن حبنا ليك عمره ما يخلص. كانت معنا النهارده دكتور رباب عبد الهادي، اخصائيه تغذيه وسمنه ونحافه. بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب نكون افدناكم، ونقول لكم باي باي.